اهلا وسهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا وحبايبنا، نمسي عليكم بالخير والرضا والسعاده وبكل شيء تحبونه. نرحب فيكم بحلقتنا لليوم من برنامج ديرتنا، جولات متفرقه ومتنوعه من مختلف مناطقنا في مملكتنا الغاليه. ننطلق على بركه الله في جولتنا الاخباريه. تعتزم وزاره الثقافه والتعليم اطلاق النسخه الثانيه من مسابقه المهارات الثقافيه للتعليم العام في جميع مناطق المملكه، وذلك باشراف اكثر من 100 خبير تحكيمي في 10 مسارات ثقافيه مختلفه لتعزيز مفهوم الاستدامه الثقافيه والتفاعل الفعال مع الهويه الوطنيه من قبل الطلاب والطالبات، كما تتيح للطلبه فرصه الانضمام الى معسكرات تدريبيه ودورات تطويريه في مختلف المجالات على مستوى جميع مدارس التعليم العام. أعلنت هيئة الأدب والنشر عن إطلاق مهرجان الكتاب والقراء في خميس مشيط في منطقة عسير خلال الفترة من 4 وحتى 10 من يناير المقبل في مركز الأمير سلطان الحضاري، وكانت الهيئة قد أسدلت الستار على معرض جدة للكتاب السبت الماضي 16 من ديسمبر، والذي انطلقت فعالياته في 7 من ديسمبر الحالي تحت شعار مرافق الثقافة بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية موزعة على 400 جناح. يستقبل معرض مستقبل الإعلام فوميكس ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام زواره في 19 من فبراير المقبل على مدى 3 أيام بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهذا الحدث يعتبر المعرض يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويستضيف فوميكس أكثر من 200 شركة محلية وعالمية لتقديم نسخة استثنائية تستشرف مستقبل قطاع الإعلام. نبدأ معكم جولاتنا مشاهدينا في نجران، في خطوة تجسد اهتمام القيادة بربط التكوين الثقافي المعاصر للإنسان السعودي بالميراث الإنساني الكبير. وافق مجلس الوزراء على تسمية عام 2024 بعام الإبل، ليشكل هذا القرار امتدادا للرعاية الملكية للتراث والثقافة والحرص على إنسان الوطن وتاريخه وثقافته وتراثه. تفاصيل أكثر ننتقل إلى نجران مع الزميل علي زينان. مساك الله بالخير زميلي علي، ودنا نكلم المشاهدين أكثر عن هذا الموروث المرتبط بثقافة أبناء شبه الجزيرة العربية، تفضل. نعم عهد، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني بالفعل عهد، يعني هذا القرار يعني جاء مفرحا ومبهجا للنفوس وصدور خصوصا ملاك الإبل والمهتمين بهذا الموروث العظيم، والذي أنزل الله فيه سبحانه وتعالى آيات تتلى إلى يوم الدين، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وكيف وأشهر الإبل هي القصواء ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي على إثرها وحيث مبركها أنشئ المسجد النبوي الشريف. طبعا لي الحديث أكثر حول هذا الموروث الذي يهتم به أبناء المملكة العربية السعودية قاطبة. يعني دعيني أجزم أن 90% عهد يمكن أو أكثر هم من ملاك الإبل، أو على الأقل المهتمين والمحبين لهذا يعني الكائن العظيم. خلينا ننتقل بالحديث لأحد ملاك الإبل هنا في نجران، محمد بن حمد الذيبان. تفضل معي محمد، مساك الله بالخير. نحن يعني تسمونها عزبة الظاهر، هذه عزبة؟ إيه هذه عزبة. نعم، أول شيء مساك الله بالخير. خلينا نتحدث يعني عن عام الإبل. المملكة يعني ارتأت والمسؤولين أن يسمى هذا العام بعام الإبل، ماذا يعني لك هذا؟ الله يحييكم يا أستاذ علي. وهذه مثل ما ذكرت العزبة، هذه عزبة الإبل في البر عندنا وعند البدو متعارف عليها. أول شيء نشكر خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهد الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز اللي يحيي الموروث هذا بالبدو وقاطنة في السعودية، وأهل السعودية أهل إبل. وبالنسبة لمنطقة نجران تشتهر بالإبل الأوارك والإبل الأصايل. اي نعم. الإبل الأوارك أو الأصايل في نجران، هذه إبل أهل نجران يعني، لكن حدثني عن أنواع الإبل على مستوى المملكة يعني. الإبل على مستوى المملكة بالنسبة لمنطقة نجران مثل ما أسلفت لك الأوارك أبانا وأجدادنا، والأصايل
نعم. عندنا مضمار نجران من أهم المضمارات في على السعودية والخليج اللي بارك فيك وفيها بارك الدر. هذا حليب الإبل يعني حب يكرمنا يعني. هذا حليب الإبل. نعم. وتستاهلون الخير. هذا طيب. حليب الإبل. بس ناخذ شوي بس لنكمل يعني مقابلاتنا معك. يعني الأوارك في نجران غيرها بالنسبة للأصايل. نعم. مثل ما سلفتك مضمار نجران. نعم. يعتبر من المصدر للخليج كامل. نعم. للسعودية كاملة. نعم. بالنسبة للمنطقة الشمال. نعم. عندهم فيها لهم لون ثاني. نعم. الشعل الوضح. نعم. عندك الرياض ونجد والصفر. نعم. وكل منطقة لها لون جميل. نعم يختلف عن المنطقة الثانية. طيب أنا أشكرك يعني هذه الدقائق وخلني أعود للأستوديو لأنه ما بقى معي وقت. خذ راحتك الله يعطيك العافية سيد علي ونشكر القناة السعودية تحت لنا الفرصة والله يعطيكم العافية وشكرا لكم. نعم عهد يعني كما تحدث ضيفي ميدان نجران هو من أهم الميادين في المملكة. أيضا هناك العديد من الإبل في المملكة سواء الوضح سواء المجاهيم في مناطق أخرى والأوارك هي إبل نجران. لكن خليني أختم معك وأقول لك إبل عطايا الله ومخاب أجانيها والخايب اللي يعذربها ويشناها ما يدري إن نقدرها ونغليها واللي جهل قدرها يجعل هفتاها لروح العصر ثم قمنا نباريها نشهد أنها طرات النفس ومناها. الله الله بصوت وصورة. صح لسانك إليك عهد. صح لسانك زميلي علي زينان شكرا لك على هذه التغطية وهذه الجولة وحديث طبعا أكيد ضيفك عن هذا الموروث العربي الأصيل وبإذن الله دائما يبقى احتفائنا بهذا الموروث. شكرا لك زميلي علي وشكرا لضيفك. مشاهدينا لتوقف معكم هذا الفاصل القصير وراجعين بديرتنا وجولتنا. مساكم الله بالخير من جديد مشاهدين. جولتنا القادمة بناخذكم فيها إلى المنطقة الغربية. يقدم المعهد الملكي للفنون التقليدية دورات تدريبية للمهتمين بفنون البناء التقليدي للتعريف بجانب من أصالة الإرث السعودي وإبراز الهوية الوطنية. جولتنا الآن بناخذكم فيها مع الزميل وليد المالكي. مساك الله بالخير زميلي وليد. ودنا لو نقدم للمشاهدين تفصيل أكثر عن نوعية الدورات التدريبية اللي يقدمها المعهد الملكي. تفضل. مساء الخير عهد ومساء مليء بالخير والسعادة بإذن الله لجميع مشاهدين قناة السعودية. فعلا المعهد الملكي للفنون التقليدية أنشئ بتوجيه من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للحفاظ على الثروة العظيمة والإرث الغالي لهذا الوطن العظيم في مجال البناء. هذا المعهد له فرعين في منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة وتحديدا جدة لدراسة وتدريب المهتمين بفنون البناء على ثروة هذا الوطن في هذا المجال. لتفاصيل أكثر يسعدني أن يكون معي الأستاذة إيمان الأنصاري إحدى خريجات فنون البناء في المعهد الملكي للفنون التقليدية. نرحب فيك ولو تعطينا فكرة عن المعهد الملكي للفنون التقليدية وماذا يقدم. حياكم أول شيء أهلا وسهلا وشكرا على الفرصة الجميلة. حيا الله المشاهدين والأخوة اللي في الإعداد. المعهد الملكي للفنون التقليدية هو أنشئ بقرار مجلس الوزراء عام 2021 للحفاظ على الفنون التقليدية بجدة القديمة وبمنطقة الرياض. المعهد الملكي ركز على الحفاظ على هذه الفنون لأنها قاربت على أنها ما تكون موجودة، فكان له رسالة أساسية اللي هي تمكين القدرات الوطنية في بيئة إبداعية للحفاظ والتطوير على الحرف التقليدية. جميل جدا. هو فرعين، فرع في الرياض ايش تخصصه وفرع في جدة، ماذا يقدم للمحب لهذا المعهد ولهذه الفنون البناء عموما؟ فرع الرياض هو مهتم بالفنون بالمنطقة القديمة بالرياض زي البنى بالطين بالدرعية أو الأبواب النجدية وأنواع أخرى من الفنون، ومنطقة الغربية أو منطقة جدة تحديدا خاص بالحرف اللي موجودة بجدة تاريخية
مثل حرفة المنجور داخل الروشان، الحفر على الجبس والحفر على الخشب، الألوان الطبيعية وحرف قديمة زينت بيوت جدة القديمة والمنطقة التاريخية فيها. أستاذة إيمان، أنتوا أول دفعة خريجة من هذا المعهد. إحنا الآن موجودين في معرض اللي هو من إنتاج هذه الدفعة الأولى في المعهد. لو تعطينا فكرة عن الموجود في هذا المعرض وعن مشاركتكم الجميلة وعملكم في هذه الثروة الوطنية. احنا كان لنا الشرف ان نكون الدفعه الاولى من الخريجين بالمعهد الملكي للفنون التقليديه، وانه يكون لنا الفخر انه احنا نكون اول من درس اكاديميا الفنون التقليديه تحت مظله المعهد الملكي للفنون التقليديه بطريقه ابداعيه ومميزه جدا وبيئه جدا محفزه على التعليم والعمل. فهذا المعرض الآن مقام بجدة القديمة أو بجدة المنطقة التاريخية داخل منزل من أهم منازل جدة القديمة اللي هو بيت نصيف. فالمعرض يحكي قصة سنتين الدبلوم اللي هي رحلة التعليم وكيف الأعمال الجميلة اللي أنتجناها خلال هذه الرحلة. يعطيك العافية أستاذ أيمن. الله يعافيك، أهلا وسهلا، حياك، أهلا وسهلا. العافية. مشاهدين الكرام، هذا المعرض الخاص بخريجي الدفعة الأولى من المعهد الملكي للفنون التقليدية بهذا الإرث العظيم والمحافظة عليه وتقديم أنواع من الدورات المختلفة لسواء فنون البناء في منطقة مكة المكرمة وجدة تحديدا أو فنون البناء القديمة في بيوت الرياض وبيوت المنطقة الوسطى القديمة. هذا ما لدي. الآن أعود إلى الزميلة عهد لاستكمال فقرات برنامج ديرتنا. شكرا جزيلا لك زميلي وليد المالكي على هذه التغطية من المعهد الملكي للفنون التقليدية، وشكرا لضيفتك على تقديم تجربتها في دراستها بهذا المعهد. مشاهدين، نأخذكم من غرب المملكة إلى جنوبها وتحديدا مع قرية العكاز، تعتبر من أقدم القرى التراثية في مدينة أبها. تحتوي على العديد من المعالم الأثرية والبنايات القديمة التي تحكي عبق الماضي. ننتقل معكم بصوت وصورة إلى الزميل أحمد عسيري. مساك الله بالخير زميلي أحمد، ودنا نقدم للمشاهدين لمحة تاريخية عن قرية العكاز وأهم المعالم الأثرية فيها، تفضل. أهلا عهد، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين، تحية أبث لك عبر شاشة القناة السعودية، حيث أتواجد الآن في مدينة أبها وتحديدا أنا في قرية العكاز. هذه القرية والتي تقع شمال غرب مدينة أبها وتحتضن العديد من المذكرات التاريخية. للحديث عن هذه القرية ينضم إلي الأستاذ خالد عواد. رحب فيك عبر شاشة القناة السعودية، وبودي في هذه اللحظات أن تحدثني عن هذه القرية. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب فيكم أجمل ترحيب ونشكركم على هذا اللقاء. قرية العكاز تقع قرية تراثية تاريخية تقع شمال غرب مدينة أبها، تبعد عن مدينة أبها بثمانية كيلو متر. هذه القرية يوجد بها ثلاثة مساجد تاريخية، ويوجد فيها 123 معلم تراثي وتاريخي. هذه القرية فيها العديد من المميزات. قرب مدينة أبها يوجد بها سد عشران الذي سيقام إن شاء الله عليه قريبا مشروع ري لجميع مزارع القرية. هذه القرية لله الحمد وصلتها العديد من المشاريع الحكومية، أعز الله دولتنا. كان لدور الجمعية التعاونية بالعكاز الدور الكبير في تسهيل هذه المشاريع والوقوف عليها. الجمعية اليوم لله الحمد لديها مصنع سيبدأ في التنفيذ، نبدأ في تنفيذه إن شاء الله في 1/1/2024 بقيمة 35 مليون خارج قرية العكاز الموجود في المدينة الصناعية الثانية بعسير. سيد خالد، لا شك أن أهالي القرية على مدى 4 سنوات كان هنالك تكاتب، كان هنالك توجه لإعادة ترميم وإعادة الحياة لهذه القرية. أهالي العكاز حفظهم الله جميعا يتمتعون بوحدة الكلمة والصف، وهذا مما جعلهم ينجحون في تأسيس جمعية العكاز التعاونية، حيث الجميع حول الجمعية، والجمعية هي التي تقوم بإدارة القرية باستشارة الأهالي طبعا، ولها الدور الكبير أمام الجهات الحكومية. ونحن نتطلع إن شاء الله
إلى البدء في تنفيذ إعادة تأهيل هذه القرية وترميمها حسب توجيه سمو سيدي ولي العهد وبما أمر به سمو سيدي أمير منطقة عسير ليلة أمس، بأن قرية العكاز ستكون إحدى القرى التي سيبدأ فيها تنفيذ التطوير إن شاء الله. أستاذ خالد عواد رئيس جمعية التعاونية لقرية العكاز، شكرا لك وفالكم التوفيق. عندي طلب واحد للأخوان في القرى التراثية، أهيب بالجميع بتأسيس جمعيات للقرى حتى تتمكن الجهات الحكومية في إعادة وتأهيل القرى التراثية. شكرا لك أستاذ خالد. شكرا لك أستاذ خالد عواد. إذا كما تشاهدون بهذا الثقل التاريخي والذي ينتشر في أنحاء هذه القرية، تظل قرية العكاز مزارا لكل من أراد أن يعانق جمال التاريخ وأصالته. هذا كل ما لدي في هذا النقل الحي، أعود لك بالصورة والصوت. شكرا لك زميلي أحمد عسيري، يعطيك العافية على هذه التغطية وهذه الجولة من قرية العكاز، وشكرا أكيد لضيفك على تقديم هذا الحديث المثري عن قرية العكاز وما تتضمن ما شاء الله من معالم أثرية وتنموية، وبإذن الله رسالة تصل لكافة القرى حول المملكة وأهالي أكيد هذه القرى. نتوقف مشاهدينا معكم فاصلنا الأخير وباقي عندنا جولات، خلكم معنا. حياكم الله حبايبنا، جولتنا الآن بتكون معاكم إلى الباحة. تعد الأسواق الشعبية جزء لا يتجزأ من ثقافة المنطقة وأهل المكان. الآن جولتنا بتكون معاكم من سوق السبت في بلجرشي اللي ما زال محافظ على رونقه. تفاصيل أكثر بنعرفها مع الزميل علي الصافي. مساء الخير والتميز زميلي علي، ودنا نعرف المشاهدين ونعطيهم عن يعني نشأة هذا السوق وعن اهتمام وتوافد أهالي الباحة باستمرار إلى هذا السوق. تفضل. حياك الله، مساء النور عهد عليك وعلى جميع من يتابع برنامج ديرتنا والشاشة السعودية. وفي بداية عطلة نهاية الأسبوع طبعا سوق السبت أحد الأسواق الضاربة والعميقة والمتجذرة في التاريخ، كما أن هذا السوق الذي هو بجانب دار الضلع كما تسمى سابقا دار السوق حاليا، هذا السوق أحد أهم المعالم التراثية والتاريخية على مستوى المملكة لقدم عمر هذا السوق. وكما هو معروف أن دائما الأسواق الشعبية يكون بها شجرة الجميز أو كما تسمى بالرقعة، وما زالت موجودة وحية إلى هذا اليوم، دليل على قدم هذا السوق، يعني يزيد عمره عن 400 عام إلى 700 عام تقريبا. سوق السبت ببلجرشي لأنه يقام يوم السبت سمي بهذا الاسم، كما أن هذا السوق كان فيه معلامتين في بداية مدخل السوق وأيضا في الجهة الشمالية أو الشامية كما ذكر الزيادي وهو أحد علماء القرن الحادي عشر الهجري. طبعا سمو أمير منطقة الباحة مهتم جدا بالتراث وبالقرى الأثرية في منطقة الباحة، وخصوصا أنه وقف ليلة البارحة على سوق السبت ورأى أيضا آخر التطورات وآخر التحسينات التي قامت بها بلدية بلجرشي لإحياء هذا السوق والحفاظ على رونقه وجماله، وأيضا دمج الحضارة بالتراث بالتاريخ بالثقافة، لأن هذا المكان يحتمل الكثير من الزوار في مكانه، وأيضا هناك العديد من التوجهات لمثل هذا المكان، التعريف بثقافة أهل المكان، التعريف بالملبوسات بالمنتوجات، لأن هذا السوق كانت تجلب إليه المحاصيل من كل مكان تقريبا، وهناك الكثير من التفاصيل التي لا يسعني الوقت أن أذكرها، ولكن بإذن الله في الفترات القادمة سيكون لنا أيضا تواجد مع سوق السبت. شكرا يا عهد لك وللسادة المشاهدين، الصوت والصورة تعود إليك في الاستوديو. قدمت لنا لمحات مهمة عن سوق السبت، شكرا لك زميلي علي الصافي على هذه التغطية وهذه الجولة، يعطيك العافية. مشاهدين آخر جولة بتكون معانا اليوم في إيفنت السعودية. يواصل مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته الثامنة، يتواجد الزميل خالد الحميداني ويقدم ويرصد لنا أجواء هذا المهرجان، نتابع. نتواجد من أمام مهرجان الملك عبد العزيز بنسخته الثامنة، وتحديدا من أمام بوابة شارع الدهنة، هذا الشارع الذي يحتوي على الكثير من المحال الشعبية وكذلك المطاعم الشهيرة والكافيهات بأنواعها، لتشكل حركة اقتصادية لزوار المهرجان. وبينما يتجول الزائر في أرجاء المهرجان يقف عند القرية الشعبية
التي تعتبر موفدا لزائري مهرجان الملك عبد العزيز الإبل لاحتوائها العديد من الفعاليات كالهجانة والخيالة وخيمة الصقور. والله أنا أشتغل بالغزة شوف واشتغل وهل وانطى السد وانطى كل شيء وعمل كل شيء هنا صوف الغنم مصوف البيل مصوف وخيط بيوت يصرت عند ديرتي بيوت شعار وكل شيء نعمله والله المهرجان زين المهرجان اي والله حلو والحمد لله والشكر وحطيننا بلنا سكن على حسابها يدوننا ويجيبوننا اي والله والحمد لله والشكر مستنسين. So this is my first time visiting Riyadh, and I would say completely different perception that we have in the Western world, in the Western media. And honestly, for me, I think I fall in love with Riyadh, with specifically with this culture, with this city. Definitely, this is not going to be my last trip. There are a lot more to come. So I am going to be inviting a lot of my friends to come over, see the culture, see the city. See what Riyadh has to offer. It's amazing. Like I said, you know, this is completely not in our perception. This is something that completely was not expected. I came here with the arrangements, with the cultural touch. It's just amazing. I have no words for to describe it. طبعا مهرجان الملك عبد العزيز للإبل هذا المهرجان الرائع في رماح انا بصراحه تفاجأت بهذه المشاهد الخياليه بالمهرجان متنوع في جميع المجالات وايضا انا قرات قبل ما اجي ان 2024 سيكون عام الإبل في المملكه العربيه السعوديه مهرجان الملك عبد العزيز للإبل اصبح علامه في المشهد السعودي بل العالمي كله وان شاء الله من سنه الى سنه في تقدم وتطور في جميع المجالات فيها وخاصه في هذه القريه التراثيه وايضا سباقات الهجن بانواعها المختلفه ان شاء الله طبعا القرية التراثية أنا شاهدت مشاهد فيها وأيضا متاحف تاريخية بكل ما تعنيه الكلمة معنا تقدم تاريخ المملكة العربية السعودية وتاريخ الإبل وأنواع الإبل في هذه القرية التراثية بصراحة الأعمال هنا على قدم وساق وكاملة بكل ما تعنيه الكلمة معنا وإن شاء الله نقول القادم أجمل في القرية التراثية في مهرجان الملك عبد العزيز ويسهم مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في حراك على المستوى المحلي والعالمي نظير ما يتم فيه من صفقات بيع وعرض سلالات نادرة على مستوى المملكة والخليج والعالم العربي لقناة السعودية خالد الحميداني مهرجان الملك عبد العزيز للإبل تغطية متميزة تليق بعمق وأصالة هذا الموروث العربي شكرا لك خالد الحمداني على هذا التوثيق المهم مشاهدينا وبكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم دائما معاكم على الموعد في ديرتنا من 4:30 إلى الساعة 5 من الأحد إلى الخميس انتظرونا دائما على الموعد وأقول لكم نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة في أمان الله